هكذا تروى فصول المأساة في كل مرة، لا تتغير عناوين الألم ولا تختلف فصول المعاناة لقصة اسمها النزوح. بدأت بحرب شعواء خلفت آلاف الضحايا وملايين النازحين، ولا تريد أن تنتهي عند نقطة إعادة الكرامة لهؤلاء، لا أن يجبروا على العودة إلى ديارهم التي صارت يبابا. إذا بغداد ما يستقبلني بغداد، إذا هو عاصمتي بغداد يعني ما يستقبلني وتحملني، من يتحملني؟ تحملني يا دولة تحملني. ماكو يعني شيء سبب اللي هالضغوطات، والله يومية جايين ويومية وليش ما ترجعون؟ احنا عراقيين. الحكومة إذا تنطينا تعويض هذا يرجع من بيته أو يكمل بيته حتى يرجع، أما هو ترجع لنا من الناس تقعد وين تقعد؟ ماكو أي مكان تقعد به. يعني مكان تقعد به قبل كانت أولي حتى بيوت فارغة تقدر تقعد به، هسه إذا تروح للمنطقة بيوت فارغة ماكو، تلقى ثلاث عوائل بيت واحد أو أربع عوائل قاعدين بيت واحد. بسبب تفجير البيوت مفجرة واقعة بالقاع واقعة. فأنت وين تقعد؟ نازحون من بلادهم إلى بلادهم، جاءوا من القائم غربي الأنبار ومن القرمة شرقيها ومن مناطق في الموصل ليستقروا في مخيم النازحين في أبو غريب غربي العاصمة بغداد، فلا هم أعيدوا إلى مناطقهم بعد إعادة الحياة إليها، ولا هم يجدون الحياة هنا في هذا المخيم الذي يفتقر إلى أبسط مقوماتها. ما عندنا بيوت، بيوتنا يعني مو مهدمة بس فهي ما بيها فرن وبيفيد تصليح، يعني تاكلها بالثلاث ملايين أربع ملايين، فلوس ما عدنا وظلينا احنا بهالمكان هذا. تترجعني انا هسه كلفة عليك ودايخ بي انت الحكومة، انطيني انطيني عمر لي غرفة هسه، ما اريد لك ما اريد عندك بيت ولا اريد مشتمل ولا اريد طابقين، عمي حط لي غرفة انا وجهالي وعيالي تقعد واسكت، ما عندك كل شيء بعد وانا عايش روحي. لا يقتصر سوء الأحوال على الأوضاع المزرية في المخيم، بل تعداها إلى عمليات الاعتقال والتغييب التي طالت عدداً من أبناء هذه العوائل، بينما تقف الميليشيات عائقاً أمام عودة الكثير من العوائل إلى مناطق بعينها لا سيما في الموصل. احنا قاعدين في الكرفانات خمس عوائل وبيوتنا تفلشت وولادنا مسجوني مظلومي، ونريد من عندكم المساعدة لهم. والله مصيرهم على حمل التريلات، وهاي لهم خمس سنين استعينا وبدل التاجي ومريضي، واحد بيه تدري واحد بيه حساسية، ونشحذ من الطيبي يساعدونا عليهم، وكل شهر أروح عليهم يريدون 500,000، وإحنا بهالكرفانات هنا خمس عوائل وما عندنا. والله يا خي ماكو حلالنا، راح سياراتنا راحت، ها كل نفر يريد منا 100 علاج وصفة، وتعطيهم وتودي لهم مصرف لهم، واحنا ما عندنا وانا خمس عوائل. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 2 مليون نازح عراقي ما زالوا بحاجة إلى دعم مستمر لأجل تلبية احتياجاتها الأساسية، بعد مرور 5 سنوات على فشل الحكومة في العراق بإعادتهم إلى ديارهم التي دمرتها الحرب، وما زال هؤلاء جزءا من آثارها المرة.